السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كود البناء السعودي عنده اشتراطات في الإضاءة القصوى في الفراغات داخل المباني السكنية؟ أيوة، ومديني حساب طاقة الإضاءة الداخلية، وبيقول لي إن كثافة طاقة الإضاءة القصوى بتكون 10 واط على المتر المربع. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بحسب مساحة الغرفة أو مساحة الأرضية الخاصة بالفراغ اللي أنا بشتغل عليه، تمام، بالمتر المربع، واخد الرقم ده واضربه في 10. يعني انا مثلا لو عندي غرفة 4 × 5 يبقى 4 متر في 5 متر، ادي 4 × 5 ب20 متر مربع، وبالتالي يبقى اقصى اضاءة مسموح بيها هتبقى كام؟ 10 في زي ما قلنا 4 × 5 ب20، يبقى 20 × 10 ب200، 200 واط، تمام. طيب ده معناه ايه؟ تعال ناخد مثال. لو انا عندي غرفة مثلا 4 متر في 4.5 متر، يبقى 4 × 4.5 تديني 18 متر مربع. كثافة الإضاءة القصوى هتكون كام؟ خلاص هنضرب في 10، يبقى 18 متر مربع دي نضربها في 10 تطلع ب180، يبقى كثافة الإضاءة القصوى 180. عدد وحدات الإضاءة اللي أنا هستخدمها، لو أنا حسب المثال اللي هم جايبينه في الكود هستخدم 4 وحدات، كل واحدة قدرتها 15 واط، تمام، يبقى 4 × 15 ب60، وهستخدم نجفة بمقدار 60 واط، يبقى ده 60 + 60 يطلع عندي كفاءة الإضاءة المستخدمة هتطلع 120، لأن 60 + 60 120. طيب هل دي زادت عن الحد الأقصى المسموح بيه؟ لا، 120 أقل من 180، لأن إحنا قلنا مساحة الغرفة ب 18 متر مربع، جت إزاي؟ ضربنا 4.5 × 4 تديني 18 متر مربع، وضربناها في ان الوات بياخد 10، المتر المربع بياخد 10 وات، يبقى 10 في 18 ب180، يبقى اقصى حاجه مسموح بيها، تمام، 180. وانا دلوقتي جبت كشافات 4 كشافات ب60 ونجفه ب60، يبقى التوتال 120، وبالتالي 120 اقل من ال 180، وده مسموح بيه حسب الكود. قبل ما تنسى، الاضاءه القصوى بالوات 10 في، تمام، 10 واط على المتر المربع، او 10 في مساحة أرضية الغرفة اللي انت بتحسبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.